بسم الله الرحمن الرحيم. أبل قبل كم يوم نزلت الإصدار التجريبي الثامن لنظام iOS 14، وهذا أتوقع هو آخر نسخة قبل إصدار النسخة الذهبية اللي متوقع أنها راح تكون الأسبوع القادم. فلو حاب تعرف بالضبط متى راح ينزل نظام iOS 14 إلى تتابعنا لنهاية الفيديو وتعطي لايك للفيديو في البداية قبل ندخل في التفاصيل. فالنظام iOS 14 الإصدار التجريبي الثامن أضافت أبل فيه أربع مميزات، وفي ميزة خامسة يعني اعتبرها عيب حتى الآن لكنها متعلقة بالمطورين. الميزة الأولى أنه الآن لو جيت دخلت على تطبيق الساعة، فلو كنت مقترن بساعة فراح تلاحظ أنه الأيقونات للإعدادات تم تغييرها بشكل بسيط. للأمانة مو التغيير الكبير، يعني أنا حتى ما لاحظتها إلا لما جيت قرأت عنها أنه في بعض الأيقونات تم تغيير أشكالها. الحاجة الثانية أنه الآن لما تجي تدخل على إعدادات وبعدين تدخل على خلفيات الشاشة وبعدين اختيار خلفية جديدة وبعدين تختار اللقطات، فأزالت أبل خلفيات الشاشة اللي جت مع نظام الآيو اس 12 أو الآيو اس 12. للأمانة من يعرف ليش أبل دائما مع كل إصدار تجريبي يضيف خلفيات شاشة يا تحذفها، من يعرف ليش أنه ما تخليها كلها موجودة والمستخدم حرية الاختيار، لكن أنه تم إزالتها، فلو أحد كان يستخدمها ممكن أن يلاحظ أنها اختفت أو ما يقدر يرجع لها لو حب أنه يرجع لها بعدين. أيضا من ضمن التغييرات واللي تكلمت عنها في فيديو منفصل لأنها مهمة، اللي هو إمكانية تغيير المتصفح الافتراضي. فالآن مثلا لو كان عندك الكروم حدث إلى آخر إصدار وانت محمل إصدار التجريبي الثامن، فتقدر أنك تخلي الكروم هو المتصفح الرئيسي عندك. أيضا من ضمن الأشياء اللي هو لو جيت دخلت على الاختصارات الآن، فبإمكانك على سبيل المثال لو جيت دخلت الآن على أي اختصار بالضغط على ثلاث نقاط على الشاشة الرئيسية هنا وبعدين ضغطت على ثلاث نقاط اللي موجودة هنا، فالآن بإمكانك إضافة الاختصار في نمط النوم. فالآن لو جيت أنت على سبيل المثال الآن فعلت نمط النوم مركز التحكم، فالآن لو جيت أنت قفلت الشاشة وبعدين رجعت فتحتها مرة ثانية، فالآن راح يظهر لك كلمة الاختصارات، مجرد أنك تضغط عليها فراح يظهر الاختصار اللي أنت أضفته إلى نمط النوم. طبعا أنت نمط النوم يحتاج تتكلم عنه في فيديو منفصل، أنا ما تكلمت عنه كثير لأنه في فرق الأمانة عن الأشياء اللي كانت موجودة في السابق، ما عدا أنه ساعة أبل الآن تقدر أنها تتابع نومك، فيحتاج أن يتكلم عنها في فيديو منفصل. أخيرا الألعاب حتى الآن ما تشتغل بشكل كويس على نظام الآيو 14، مثل بوكومن جو ما تشتغل حتى الآن بشكل سليم. فالناس اللي هوات الألعاب أتوقع أنهم يحتاجون أن ينتظرون إلى حد ما يصل الإصدار الرسمي ولحد ما مطورين التطبيقات يصدرون تحديثات للتوافق مع نظام الآيو 14. في النهاية حاجة أخيرة ودي أضيفها، أنه الآن مؤتمر أبل راح يكون يوم الثلاثاء القادم اللي هو 15 سبتمبر. أتوقع بعد المؤتمر على طول راح تنزل النسخة الذهبية. النسخة الذهبية هي آخر نسخة قبل الإصدار الرسمي، فأتوقع أنه في تاريخ 22 سبتمبر أو بالكثير يوم 23 سبتمبر، يعني الأسبوع القادم بالكثير، نظام الآي أوس 14 راح يكون نازل لكل الناس، لأنه الساعة راح يعلن عنها والساعة متوافقة مع نظام الآي أوس 14 فقط. فأتوقع أنه الإصدار الرسمي راح يكون بتاريخ 23 سبتمبر بالكثير. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. نظام الآيو 14 تقريبا غطيته بكل النسخ التجريبية حقته. أتمنى كانت التغطية مميزة، أتمنى أني غطيت كل المميزات ولكن تطول عليكم بالشرح. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.